دايما حتى قبل ما ياخد نوبل كان بيكلمنا، هل ممكن انا في يوم من الايام، يعني كان معايا زميل اسمه وليد توفيق يعني في معهد الليزر، استاذ دلوقتي اللي احنا قابلناه احنا الاثنين او كنا احنا الاثنين بندرس في الوقت ده، قال لنا هل انا ممكن اشوف مكان زي ماكس بلانك ده في مصر؟ احنا ساعتها ما كناش متخيلين يعني في مصر ايه، ازاي يبقى في مكان زي ده في مصر، في الامكانيات دي وفي العلماء دي. ولكن يعني الحلم كان قبل ما ياخد نوبل كان في دماغه. بعد ما خد نوبل الحمد لله، وزي ما انتم شايفين هو قدر ان هو يجيب مجموعه كويسه جدا بتشتغل، وقدر يحط قواعد هنا الاداره كلها حتى الاختيار، يعني الناس اللي بيختارهم ناس علميا كويسين جدا، ما فيش حد بيشتغل يعني كده وكده، لكن كل الناس بتشتغل على المقاييس العالميه اللي موجوده. المهم ان احنا قعدنا، يعني انا بعد 20 سنة برا مصر، بمجرد ما شفت المشروع، بمجرد ما دكتور زويل حسينا انه هو عايز يعمل حاجة، احنا قلنا لازم برضو ان احنا نشارك، ورجعنا للمشروع وسعداء. يعني السعادة اللي احنا بنحس بيها مع طلابنا اللي موجودين هنا، ومع دعمكم، ومع الدعم اللي احنا بنشوفه في اي مكان في مصر، حاسين ان احنا خدنا القرار الصح. يعني مفيش فينا حد من الناس اللي رجعوا بعد فتره طويله جدا ندمان ابدا، بالعكس الشعور الحلو اللي بنحس بيه والسعاده اللي بنحس بيها، ولما بنحس ان اولادنا اللي هم بيدرسوا معانا، اللي هم هتتخرج اول دفعه منهم دلوقتي، كل واحد منهم زويل صغير، يعني ان شاء الله في مستقبل قريب هيبقى فيه 100 واحد ياخدوا نوبل من مصر، ويبقى دي البداية بتاعتهم هنا، بدأت من مصر.